مجتهد يعني هو الدال الذي عليه دل عليه هو الذي الدال الذي عليه لانه كان الساعه 4 الفجر هو يذاكر والله لكن هذا يدل عليه لانه شوف الدار السنه هذه يعني بالسنه حقهم اللي وقت الاختبار كلهم نزلوا 63 64 65 يعني اكبر واحد 65 67 ايوه صحيح يعني الدفعه حقهم هكذا أيوة. مش اللي هو المهم اكبر حلم في حياتك انك تعلمهم وتربيهم انا اعلمهم يعني يموت واحد هو يعني راكن انه درس جهاله كلام صح انك ما ظلمتهم ما ظلمتهم ان شاء الله باذن الله كم عمر ابنك الان 20 سنه عمره 19 سنه يا رب نحقق الاحلام للناس مشاهدينا الكرام ونقدم لهم ما استطعنا انا قدمت رسالتي في هذه الحلقه من اجل اخوتي الكرام في المجتمع ورسالتنا اليوم كانت على اكمل وجه وفاء ومحبه وتقديرا واهتماما ليس فقط لاولئك البسطاء وانما الموظفين هم ايضا بسطاء قد يكون مع مرتب شهري لكن لا يستطيع ان يفي بالتزاماته بيت ب 20,000 اسره مكونه من 4 اشخاص وجيران ما شاء الله مهتمين به وجو زارونا اليوم من اجل كرمان عيونه ومحبه للاسره فان شاء الله نحن نساهم بما استطعنا ان نساهم ويكفينا ان جئنا وصورناهم واطمأنينا عليهم لكم مني خالص الامنيات سانتقل للفقره القادمه والقادم دائما اجمل وافضل انتظرونا محمد زرناكم وطمأنينا عليكم رمضان كريم وجاركم عم ذيه فض ما بيحلم تقول ما هو حلمه ما بيحلم مسكين يرحم الله رجل مواظبتي يعني عمل في التولة في المرور من على بعض الظهر للعصر الجولة فقير يرحم الله أعيش جرس عياله يشتي بسنة سماه مرس مسكين مرض ربه في اليوم سنين قد يهالك ورجل لا يعلم بالحالة إلا الله شي درس جهاله هما درس جهاله يفعل كان يقع زي بني آدم شوية يرحم الله بخدمة التولة هكذا كادح رجل بخدمة الشعب كله مش بخدمة التولة فالجولة كانت في ورش سيارة سيران جاي هذا الخبيط لا ما سمعناش اليوم الغريسة ويني ما عبش وراس ما عبش وراس قد اليوم قد صفار وغنى قد كل قرأها من الخبرة الله يبارك لك عمي كل عام أنتم بخير وأنا أعرف بأنه عملكم على مدار الساعة سواء في رمضان أو غير رمضان فقط يا فندم سؤال شخصي أسأل عن فضل الحمادي الموجود في واحد من الجولات في أمانة العاصمة ما رأيكم تقييمكم لهذا الشخص وهل هو يستحق أنه نزوره ونطمئن عليه الله أخ أولا شكرا بارك الله كل عام وأنتم بخير جميعا بالنسبة للأخ المساعد فضل الحمادي وعندي من ذو ثمان سنوات ثمان سنوات التحرير وهو من خيرة أفراد المرور في الالتزام والانضباط وإنسان من يعني من خيرة رجال المرور في الحقيقة عندما زرت الله بيته وجدت بأن ظروفه شوي صعبة يبدو أن عند زوجته مريضة وأبناء أيضا بحاجة إلى تعليم وأنا في الحقيقة في أحلام البسطاء ربما أحق للناس أحلامهم بشكل مبسط ماذا تتمنى للفضل مثلا ما نعمل له الفضل من الناس الشرفاء ورجل يستاهل كل خير طبعا هو زوجته تعبانة وظروفها المادية قاسية رغم انه 24 ساعة هو في العمل أيوة. بصورة مستمرة مثلا انا اليوم الاول اتمنى اشوفك مدني يا اخي عمري ما شفتك الا ميري دائما برغم انه انت وهو وكل كثير من الناس اللي موجودين في الجولات وبيخدموا المجتمع بالفعل يعني ما نعرفكم الا بهذا الزي يعني عمرنا ما شفناكم مدني اطلاقا طبعا الكل بيدي واجبه صحيح ورجل المرور دائما في الشارع بس بالنسبة للاخ فضل هو يعني زيادة عن الناس كلهم اكثر التزاما اكثر التزاما يعني. في خدماته إذا مشاهدي الكرام سأتجه مباشرة إلى الأخ فضل ربما أصور كثير من الحياة الطبيعية لهذا الشخص المرور وهو لا يعرف بأننا موجودون بالكاميرا ومن ثم سألتقيه مباشرة وأذهب به إلى مكان ما لأحقق حلم فضل بطريقتنا الخاصة في برنامج أحلام البسطاء أرجوكم أن تتابعوا ولا تغيروا أي قناة فقط أحلام البسطاء على قناة اليمن يا محبوب بفي أمره أتعب
إذن أحلام البسطاء مشاهدي الكرام ما زال في استراحة قصيرة قبل أن ندخل الأخ فضل الحمادي، وهو واحد من النماذج التي اخترناها في برنامجنا لنحقق له الحلم بشكل مبسط. سامي والكاميرا يتبعني فقط للفرزة الموجودة، فرز واحد من الفرز، من أقدم الفرز موجودة هنا في هذا المكان. ربما تعاملوا 8 سنوات مع الأخ فضل. أريد أن أسأل سؤال واحد وبسيط، هل فضل في يوم ما مد يده لواحد من أصحاب الباصات أو السيارات الموجودة، أو استخدم ما يسموها المخالفات، أو استخدم المخالفات ضد واحد من أجل أن يبتز أو كذا؟ هذا الاستبيان هو خارج إطار الفعل بالنسبة له، هو لا يعلم بأن موجودون هنا. سأدخل مباشرة إلى الفرزة الموجودة في هذا المكان. أنا عاد أسألكم وأحملكم الأمانة أمام الله سبحانه وتعالى، تصدقوني القول، سأعمل استبيان لشخص، أسألكم عليه. أول شيء إذا أنتم تعرفوه وتعرفوا أخلاقه وتعرفوا من هو، هل يستحق أن احنا نكرمه أو نجبر بخاطره في رمضان؟ فضل الحمادي. الحمادي والله. من الحمادي؟ فضل الحمادي. أينه؟ رجل المرور اللي في جولة الرادع. أيوه اللي في جولة الرادع. تعرفوا أنتم؟ أيوه. بالله عليك، هل في يوم من الايام حسيت انه استفزكم او بز عليكم فلوس او كذا؟ لانه والله ما قد احيانا قد واحد يضعف واحد. ما بشوي. لا لا، الحمادي هذا انسان رجل اعمال وانسان محترم. مش رجل اعمال، مش رجل اعمال، رجل محترم. محترم. عمل عمل يقول عمل. اما اذا هو رجل اعمال ما عاد يكرمك. ما يكرمك. ايوه. يعني انه سمعتك كويسه. ايوه. حاج محمد الله يهديه. ايوه، ورجل نزيه ورجل مرور نزيه جدا. ايوه. وقايم بعمله على اكمل وجه. كم لها انا؟ كم لها انا؟ يعني له حدود 8 سنوات 7 سنوات. ايوه. بتعاملوا معه على اكمل وجه يعني؟ لا، نتعامل معه كاخوه وكنظام وقانون، يعني ادمي في طريقه. طيب هل بتلاحظ انه قد غاب يوم من الايام ولا شان عمله؟ ابدا ابدا. ولا قد غاب يوم ولا يجيب يوم. ابدا ابدا. ولا قد غاب ولا يوم. ما شاء الله ادمي دغري، ما شاء الله عليه الصدق، ما شاء الله عليه الصدق. عملي. طيب اذا مشاهدي الكرام، ستكون الكاميرا وأنا والزملاء موجودين مع الأخ فضل. ننتقل من هذا المكان إلى مكان التكريم، ربما تكريم من نوع خاص، لم يشعر ولم يحس بأننا سنكرمه هذا التكريم، لكن لا بد من أن يكون الموقف غامض حتى إذا نعطيكم دفعة في هذا الموضوع. تابعوا. مشاهدي الكرام، أنا سجلت مع فضل قبل 5 أيام تقريبا، وبعد مرور هذه المدة ربما جيت له مرة أخرى. فقدتنا ولا فقدناك يا اخي؟ والله فقدنا. بالله عليك. والله توقعت ان ارجع لك مره ثانيه؟ اكيد من ضروري. والله ان انا متوقع ان وعد يجي لنا. الحين نستاذن لك من هنا ونمشي انا وانت دوري يا اخي. استاذن وذا الفندم. تعال يا فندم. فندم استاذنك يا فندم 10 دقائق بس. فضل اسير انا وياه علف الله هنا نسجل حوار على الطريق ونرجع. الله يبارك لك يا فندم. امنوا لنا المكان. الله ينصرك. الله يفتح عليك يا فندم. ايوه اخي فضل، قلت لي حماس بيسلم علينا قوي. سلم سلم عليكم. طيب يا فضل يا اخي، دحين تتوقع اين احنا سايرين الان؟ انا لا اعلم لا فين. والله ما اعلم. والله ما في لها شيء نصورك في البركان هذا بتشتغل فيه. قد ذكرى للزمن ولا عن فعل شيء. الله يحفظك. بارك الله. الله. بدو نوثقها ان شاء الله في التلفزيون ونطلعها في البرنامج. وهذه قد ذكرى للزمن ان احنا وثقنا لك عملك ووثقنا لك اهتمامك بالناس. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. أخي فضل، احنا تعرف عن سيره ماشي؟ لا أعلم. لا أعلم. لا تعلم أين سنذهب؟ وأيضا مشاهدي الكرام، نحن لا نعلم حتى هذه اللحظة أين سنذهب وماذا سنعمل وكيف سيكون الحال بعد لحظات، لكن سنترك المسار لكم أنتم والأخ فضل الحمادي. زعلان احنا فلتنا الجولة ولا شيء؟ ما نزح بالله. زعلان يا فضل. لأنكم مش متعودين تفلتوا أبدا ولا لحظة. ما نصرش نحن الفلت. تفضل معي يا أخي، تفضلوا معي. نحن الآن في صالة من صالات أمانة العاصمة، ما اسم الصالة هذه يا فضل؟ هذا صالة التحرير. التحرير. أيه. صالة التحرير. هذه خدمة الطرود ما بش لنا علاقة بخدمة الطرود، وهذه خدمات مالية ما بش لنا علاقة بها، وهذه حوالات ما بش لنا علاقة. جينا لهنا باختصار يا فضل، قالوا إن معك مبلغ مالي موجود هنا، فأنا أتمنى عليك إنك تقرضنا 50,000 لا بعد المغرب.
الله لو كان معي فلوس انا اقرضك حتى 100,000. الا سالت يا فضل قالوا معك فلوس. ما فيش. سالت الاداره العامه. ما فيش. سالت الاداره العامه قالوا معك مبلغ مالي مقداره 500,000 ريال. الله يحفظك. ما من رضى قال لك هذا؟ انا سالت. ما فيش. وما جيت الا وانا متاكد بس الشيء طرح المشاهدين امام الصوره انه الاخ فضل مع الرصيد محترم في البنك. هذا الرصيد جينا نكشف عنه ناويه يدرس جهاله به اللي فعلته انت موجود اسمه؟ موجود. من وضعه؟ انت ما وضعت حاجه الا البيانات موجوده واسمك والبيانات والحال والتفاصيل كلها. ما فيش. ما فيش الله. انت تحداني ولا اتحداك؟ انا اتحداك يعني بالنسبه لي انا ما فيش معي ولا اي مبلغ. متاكد؟ متاكد. طيب نسال الموظف. متاكد بس مشاهدي الكرام لمزيد من المصداقيه حتى نثبت لكم بان هذا الرجل شريف ومحترم ونزيه. ليس له اي رصيد في البنك وليس له اي مبلغ مالي سواء في البريد او غير البريد، لكن نتاكد من موظف البريد اي موظف وبعدين نمشي لنا. يلا تعال يا اخي. حيا الله من جسد. لحظه يا اخي لحظه، نسال اي واحد مش بالضروره ابراهيم. لحظه نسال ابراهيم. تمام ابراهيم السلام عليكم يا اخي. اسك يا استاذ بالله تاكد لي فضل الحمادي مع الرصيد عندكم ولا شيء؟ معك رقم حساب؟ رقم الحساب معك رقم حق الدفتر؟ ايوه رقم الحساب. ايوه اي الحساب انه حق الجيش حق الخير حق انه حق المرتبات. اه لا معك حساب غير المرتبات. ما فيش قصدك حق المرتبات؟ يستلمون مرتباتهم عبرنا طبعا. ها الداخليه يستلمون مرتباتهم عبرنا عبر البريد. عده جهات حكوميه اخرى يستلمون عبر البريد. ايوه ها يمكن قدوا هذا الحساب مش عارف بس معك رقم حساب نتاكد من صاحب الحسابات. لا لحظه اسكي يا اخي اسكي يا استاذ بالله يا اخي ثواني الله يرحم والديك يا استاذ ثواني الله يحفظك يا استاذ يبارك لك رمضان كريم يا اخي اهلا وسهلا حياك الله اخي. طيب فضل من يا اخي؟ فضل شرف احمد الحمادي. فضل شرف احمد الحمادي يا استاذ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رمضان كريم يا اخي كيف انت يا استاذ امورك طيبه؟ اشي تسمعني قرب شوي مني بالله يا استاذ بس يا اخي بالله ابسل لي حساب فضل من؟ فضل شرف احمد الحمادي. فضل شرف احمد الحمادي يا استاذ هل موجود عندكم؟ فضل شرف احمد الحمادي. ايوه موجود. فضل المبلغ اللي معه؟ فضل شرف احمد الحمادي 100,000. 100,000. كم؟ 200,000. اي حين اودعها قبل كم؟ قبل الاسبوع هكذا. ايوه. مبلغ مالي معك قبل سنتين قال او سنه او سنه ونص. ما ابدا ولا انا دحنت يعني تفاجات مفاجاه والله تفاجات مفاجاه من فين ما نش داري. انت قلت لي يا فضل ماش معك ولا رصيد ولا معي ريال احلف لك يمين ما معي ولدك الله ما معك ولا ريال والله ما معي حتى في جيبي الان ما فيش معي قسما بالله والله. طيب كيف يعني كيف تفاجانا دحين ما درانا. طيب ها انك معك رقم الحساب حق المرتب ايوه صفر ما صفر ما على المعاش صفر من تسلم بالمعاش بس. ايوه اخي قلت لي مبلغ 200,000. ايوه كم اسبوعين اسبوعين. فضل شرف احمد الحمادي ايوه 200,000. عندك ولا شيء من اول يصرف ولا يصرف ولا شيء ولا يسلم المعاش من عندنا يقول ما فيش مع الرصيد ولا مع شيء ولا هذا رقم حساب مش خارج المعاش هذا دفتر توفير هذا توفير يا فضل توفير حتى كان يطرح من اسرتك ولا انت ولا مرتك ولا مر ما فيش معي ما فيش يا استاذ محمد انا شي اعرف مشاهدي الكرام كيف اللغز انه جئنا بفضل زرناه في منزلك كان انسان بسيط متواضع زوجته ايضا تعاني من مرض وابنائه بحاجه الى تعليم كان حلمها الوحيد انه يدرس ابنه حصل على 65 تقريبا او 62 ايوه التعليم الموازي يشتي فلوس التعليم الخاص ايضا يشتي فلوس فما كان منا الا ان نبادر الان ونحقق لفضل حلمه واعطيه ولنا الشرف مبلغ مالي نساعد في تعليم ابنه طبعا رقم الحساب اللي كان موجود هو كان بالاتفاق مع الموظف قبل ان احنا نقول بان فضل كان مع رقم حساب لكن هو في الحقيقه لا يوجد معه ولا قرش ولا مع دفتر توفير ولا مع شيء لكن راينا انه نساهم بهذه الحاله ونحقق لفضل حلم ابنائه وانه يدرسها السنه القادمه على حسابنا ان شاء الله وهذا مبلغ مالي عباره عن 100,000 ريال مقدم من مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية إهداء منا لفضل ولأسرته ولأبنائه وعنفتح لها الآن رصيد أو دفتر توفير بريدي موجود ضمن إطاره في منطقة التحرير مبروك عليك الله يسلمك 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 ال
شكرا لك يا استاذ محمد، شكرا لك والله. الله يبارك. هذا مبلغ مالي 100,000 ريال مشاهدي الكرام، ندخلها الان في دفتر توفير، ومع ان خرج له المعامله الجاهزه ويدخل حسابه يزيد له كل شهر مبلغ لا باس به حتى تبدا السنه الدراسيه، وان شاء الله انه يفتح مشروع لابنه التعليمي. الله يحفظك، شكرا على المساعده. الله يبارك. انا اشكرك والله، شكرا لكل